الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم 25 من رمضان 29 مع القرآن. دايما الناس ما بتعرفش تفضل الاشتباك بين مدارسة القرآن وبين التلاوة اليومية، وبيعتقدوا أن هناك تعارض. لا، احنا قلنا نفضل اشتباك ازاي؟ هناك تلاوة يومية بتزيد الإيمان، تولد الطاقة، تحيي القلوب، هذه وحدها. وعندنا على الصيد الآخر المدارسة اللي بتزيد الإنسان علم، تدل على أعمال صالحة قد تكون غائبة عنه. أهم ضامن بيضمن تنفيذ هذه الأعمال إيه؟ التلاوة اليومية، الطاقة. هو يقدر الإنسان يشتغل من غير محرك؟ فالتلاوة اليومية هي أكبر عامل على إيه؟ على قراءة المدارسة اللي بتنصب في النتيجة اللي هو الإيه؟ الأعمال الصالحة. فالقوة الدافعة المتولدة من القراءة اليومية بتفهم وترتيل وتباكي. يقول عمر عبد الله بن عمر: لقد عشنا برهة من دهرنا وهادنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. يعني الأول يؤمن وبعدين يتعلم القرآن، فتنزل الصورة على محمد صلى الله عليه وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها وما ينبغي أن نقف عليه منها. يعني كل شيء بنتعلمه بعد ذلك. يبقى ليس هناك تعارض، ليس هناك تعارض. احنا قلنا الامر ده نفضل الاشتباك فيه ازاي؟ التلاوه اليوميه بتفهم وترتيل وتباكي جزء، وعندنا نختار صوره مع الاسره نقراها بالايه؟ نقراها بالمدارسه، حبذا لو كانت سوره الملك. هذه الصوره اللي بتعافي الناس من ضمه القبر وعذاب القبر، وهي الكافيه وهي المحاجه وهي المدافعه عن صاحبها، حبذا لو كانت ذلك. وهي 30 ايه بالمناسبه، يعني كل يوم آية، كل يوم آية، آية واحدة، ونأخذ منها شيء نحاول أن نطبقه. السؤال في سورة الشورى: تبدو بوضوح مظاهر الإرادة والمشيئة الإلهية الكونية النافذة، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. في سورة الشورى تبدو بوضوح مظاهر الإرادة والمشيئة الإلهية الكونية النافذة، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. سنذكر ثلاثة مظاهر لهذا المعنى. مع ذكر الآيات الدالة على ذلك، سنذكر ثلاثة آيات تدل على هذا، على هذه المظاهر، مع ذكر الآيات الدالة على ذلك، مع ذكر المعاني، الآيات مع ذكر المعاني. العمل الصالح إيه؟ ما هو العمل الصالح؟ سبحان الله، في كل رمضان وإحنا صغار كان مشايخنا دائما أول ما يتكلموا عن رمضان يقولوا إيه؟ الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى أعطانا فرصة جديدة للصيام وقيام شهر رمضان، ويكملوا كده، لازمة كده عند كثير من المشايخ. وإن كثيرا ممن كانوا معنا في رمضان الماضي قد غابوا عنا، ذهبوا إلى ربهم، ذهبوا إلى ربهم. طب الذين ذهبوا إلى ربهم، نتخيل أمنيتهم لو عادوا إلى الدنيا. ترى لو أن الله سبحانه وتعالى أحيا من في القبور الآن، وسألناهم سؤال: ما هي أمانيكم؟ ماذا ستفعلون؟ سجلي هذه الأمنيات، العمل الصالح، مش كده؟ أظن أحد التابعين كان عنده قبر حفره في بيته، الربيع بن خيثم، الربيع بن خيثم أظن، اللي كان بيقول له عبد الله بن مسعود: لو رآك رسول الله لأحبك، لو النبي شافك كان يحبك. فهو كان عامل قبر في بيته،
كان ينام فيه في هذا القبر، وبعدين يكلم نفسه يقرأ الآيات، رب ارجعون رب ارجعون رب ارجعون. بعد ساعة هو بيكرر الآية، يطلع من هذا المكان يقول له ها قد أحياك الله وأرجعك مرة أخرى، فماذا أنت فاعل في حياتك الدنيا؟ والحل الوحيد في الموضوع ده الإحسان فيما بقى، يغفر الله لنا ما قد مضى. هذه رحمة كبيرة جدا من الله سبحانه. إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، ذلك ذكرى للذاكرين. سجلوا الأمنيات هذه، سجلوها اكتبوها حتى لا نندم وقت لا ينفع فيه الندم. دائما الصالحين كده ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا أمر مهم جدا جدا. ربنا سبحانه وتعالى يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وارفع درجاتهم في عليين يا رب العالمين. اللهم أمين.